صباح النور. الأستاذ رأفت اتصل بيك وعايزة تكلمه ضروري. مع الشكر. أستاذ رأفت صباح الخير، أنا صالح. إزاي يا فندم، هو احنا نستغنى؟ لا بس سيادتك عارف أنا مشغول قد إيه. لا والله بتمرن باستمرار، إمبارح بس لعبت 2 جيم مع شفعي. أيوة فندم. خير؟ أنا رشحتك علشان تدخل بطولة الجمهورية. أنا واثق إنك هتوصل الدور النهائي وهتاخد البطولة. منتظرك الليلة تتمرن معايا. إن شاء الله. لا جاي ضروري. مع السلامة. عشرين 40 50 60 70 80 90 100 200 200 300 400 500 600 معقول ابدا دي نهايه العالم قول لي الحكايه تمت خلاص ايوه يا رفعت يعني خطبت ايوه متاكده خطب اذا بتقول ايه؟ انا جاي حالا.